فاس. راح نديروا البسطيله الجزائريه اللي بتقول عليه الست ده. البسطيله اللي هي ارث جزائري، ارث جامع الاندلس والاندلس اللي عمروا هذه المنطقه. لا واثقه من نفسيها مش واخد بالك. كون نديروها في عراسنا، نديروها في حفلاتنا، مناسبات، نديروها كأطباق الضيافة في الأعراس مناسبة. طب حد فيكم كلمها بقى، بلاش أنا كلمها. عدة سنوات كثيرة باقي يعني، لأنه الجزائر كبيرة بزاف، مناطق أخرى ما كانش عارفة باللي البسطيلة كذلك من الغرب الجزائري ونعتز بها كثير. كان يوم أغبر يوم معرفة وفي منزل رشيد طاوسي. شيخ إذا محمد قاسي سعيد يسأل قال لك واش دار لكم بسطيلة؟ بسطيلة بسطيلة هي أكلة شعبية مغربية تاع المغرب مغربية. شوف التواضع تاع سي طاوسي على قناة النهار. نقدموا لكم اليوم ان شاء الله طبق جانا مع اخواننا المغاربه، وهو عباره على بسطيله فارسيه. ايوا قلت لك حاجه انا بقى اسكت يا هو اللي بيقول. السلام عليكم، اليوم جيتكم باكله صيفيه خفيفه ان شاء الله هذه الاكله تعجبكم، وهي اسمها البسطيله المغربيه. على نيتك وطلع على نيتك. اذا تشوميشه يا محلى لبسك المغربي. هذا قفطان، قفطان ديال المبره، المبره اللي هي القطيفه، قطيفه القطيفه. هذا قفطان ديال المبره مخدوم بالسم اللي هو السقلي الحر. وهذا هنا معمول بالضفيره والعقاد، الخدمه ديالك المعلم، وهذا الطرز الرباطي وينكات ديالها. سيده شوميشه حكينا شويه على البسطيله هذه الجميله اللي حضرتيها النهار اليوم. احنا اليوم فرحانين، وهذا اول نهار في رمضان، واختاريت هذه الاكله ديال البسطيله لانها من الاكلات اللي يمكن لينا نقدموا لضيوفنا العزاز. هذه بسطيله اللي كتكال حلوه ومالحه، فهذه كنقولوا لها بسطيله بالدجاج واللوز، على اساس كاينين انواع اخرين. كاين البسطيله اللي غير بالدجاج تكون محمضه كيكون مع العصير الحامض، نلقاوها في مدينه تطوان ونلقاوها في مدينه اسفي. وعاد كاينه البسطيله تاعت اللوز، غير اللوز بوحدو، هذه كتقدم كطبق اولي، وهذه بسطيله رباطيه كتقدم في مدينه الرباط. هذه ديال فاس، ديال اهل فاس، وهذه هي اللي غادي نقولوا راها معروفه في كل انحاء المغرب. باعترافتهم فهم يتاكلوا البسطيله تاع الحوت في المغرب، تفهموا بوكو تشوف حاجه احسن حاجه في ليتها في المغرب. واو البسطيله ديال الحوت بصحه Yemeği anlatayım. Bütün tarifi size ver. Tabii tabii sizde kalabilir. Your job is to guess what's in my pastilla. Ah! Oh my god. Oh my god, that looks amazing. Essentially it's a Moroccan pie. Ingredients right. Taste it. Just for your own pleasure. I have ingredients that must be inside. في كتاب اسمه أنواع الصيدلة في ألوان الأطعمة، أنواع الصيدلة في ألوان الأطعمة. الكتاب ده يا سيدي قال لك أول ما ظهرت البسطيلة ظهرت في عصر الموحدين، هي مش بالشكل اللي احنا فيه دلوقتي، احنا نتكلم عن أول ما ظهرت، ظهرت في عصر الموحدين. وكان اسمها ايه؟ كان اسمها البرمكية. كانوا يحشوا اللحمة والحوت في العجينة، يعني أول ناس يخترعوا فكرة إن الحشو بتاع اللحم في العجين هم المغاربة، وبالزبط وبالتحديد في تافيلالت. تمام، نيجي لكتاب تاني اسمه فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان. الكتاب ده قال لك البسطيلة كان اسمها المحشو أو الحشو، وأول ما ظهرت ظهرت في المغرب كده. فإيه المغاربة راحوا مطورين الورقة، راحوا عاملين الورقة بتاع البسطيلة الرقيقة دي، وراحوا حاشين جواها المسائل بتاعتها اللي هو اللوز والبيض، واللي هو اللي سواء كانت الفراخ أو سواء كانت الحوت السمك. عندنا واحد باحث وطباخ مغربي مشهور اسمه الحسين الهواري. الحسين الهواري باحث مغربي وطباخ مغربي بيطلع في التلفزيون، طبعا ممكن تكونوا بتسمعوا عليه، قال لك اول ما ظهرت البسطيله ظهرت كطبق فقير في تافيلالت. اذا بالدليل القطعي البسطيله مغربيه، وكفاكم سرقه للموروث المغربي. والبسطيله مغربيه راحت للاندلس. ما اصل انت النهارده لما تيجي تقول اصل البسطيله جت من الاندلس، طب هو مين اللي فتح الاندلس؟ مين اللي فتح الاندلس؟ المغاربه. فالبسطيله انتقلت من المغرب للاندلس، وبعدين رجعت تاني من الاندلس للمغرب مع
مين؟ مع الناس اللي خرجوا من الأندلس مع الموريسكيين ومع المهجرين ومع الناس اللي هم إيه كانوا خرجوا من الأندلس. فالبسطيلة أول ما ظهرت ما ظهرتش باسم البسطيلة دي، كان اسمها البرمكية، بعدين كان اسمها المحشو أو الحشو، وظهرت في عصر الموحدين وظهرت في مدينة تافيلالت. إذن البسطيلة مغربية. مرة يقول لك القفطان مش مغربي، وإحنا تكلمنا في الموضوع دواتي وقلنا ظهر في أيام الموحدين والقصة والحكاية والرواية وجبنا الحدوتة كلها. مرة يقول لك الكسكس مش مغربي، مرة يقول لك أصلي مش عارف صلاة ومش عارف إيه. يا جماعة لازم حافظ على الموروث المغربي ده.